بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن ابن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشير عن الحسن وذكر الخوارج فقال: حيارى سكارى ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. قال محمد بن الحسين: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يتبعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. كيف بدأت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في بيان حال الخوارج وذمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بما هم عليه من الضلال والانحراف وما فيهم من الشر، ولأجل ذلك أمر الرسول بقتلهم، وأخبر أن لمن قتلهم أجرا عند الله، ولمن قتلوه كذلك، خير قتيل من قتلوه، ولا يعلم إلا الله ما أعده لعباده الذين يقتلون هؤلاء. وقتلهم كما يقول شيخ الإسلام تيمية لا لأجل أنهم قطاع طرق قاطع الطريق أو العصابة التي تقطع الطريق على الناس، يقاتلون لإزالة شرهم فقط، فإذا زال شرهم أو رجعوا بأنفسهم عفى الله عنهم. أما هؤلاء وليسوا بغاة أيضا، فالبغاة يقاتلون تكسر شوكتهم ثم يعودوا إلى صف المسلمين. هؤلاء يقول أمر الرسول بقتلهم لمروقهم من الدين، فقتالهم ليس قتال المحاربين ولا قتال البغاة، وإنما قتالهم لمروقهم من الدين، فهم شر من البغاة الذين يبغون على الحكام ويخرجون لا من أجل عقيدة ومنهج، وإنما من أجل أمور دنيوية، وهم شر من قطاع الطرق الذين يخرجون يحدوهم الطمع في الأموال وما شاكل ذلك. هؤلاء يعني أمر رسول بقتلهم لفساد دينهم ومروقهم من دين الله عز وجل. ومن هنا قال الشيخ ابن تيمية: إن الرسول يأمر بالصبر على الحكام ويأمر بقتل أهل البدع، لأن أهل البدع يفسدون الدين، الحكام يفسدون دنيا الناس، وهؤلاء يفسدون دينهم وعقائدهم وعقولهم، وبلاء شر خطير. هذا هو الفقه في دين الله. الفقيه في دين الله من يفقه هذا،
وأما من يسير على طريقة الخوارج في مصاولة الحكام والطبطبة على أكتاف أهل البدع ومدحهم وتمجيدهم والدفاع عنهم فهذا ضل عن طريق محمد وعن طريق السلف الصالح وما عرف كيف يسير بنفسه وبغيره من المسلمين. والذي استعرضه الأخ هذا أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل وهذا يسمى الحراني وهو لا بأس بهم التاسعة وأبو المليح يعني ثقة ربما وهم عن سليمان بن يشيط يحتاج إلى مراجعة للترجمة قال الحسن ذكر الخوارج وقال حيارى سكارى أسكرهم الهوى وحيرهم الباطل والضلال والهوى ليسوا بيهود ولا نصارى كأنه لا يكفرهم لأن السلف اختلفوا في تكفيرهم فالصحابة ما كفرهم ومنهم علي ما كفروهم لكنهم شر الخلق والخليقة في نظرهم وقتلوهم. هذا يدل على فقه السلف وورعهم على أن هناك من السلف من كفرهم وله وجهة نظر محترمة وهو أخذ هذا من قول الرسول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهذا وصف يقول تنظر في هذا السهم فلا ترى شيئا تنظر في القدح فلا ترى شيئا تنظر في الكذب فلا ترى شيئا يعني سبق الفرف والدم. فهذا حال من خرج من الدين لم يتعلق به شيء فهم كفار في ضوء هذا الحديث عند من يكفرهم. وناس آخرون ظهر نظروا إلى اعتبارات أخرى فلم يكفروهم. قوله فيعذرون يعني كلام فيه اشتباه هل هو يعذرهم أو لا يعذرهم؟ هل يعذرهم لا يكفرهم بس وأما ذنب ذنوبهم وكذا وكذا لا يريد ذلك؟ كان والله عليهم يقول فيعذرون لا نكفرهم لجهلهم فلا نقول أنهم كفار لا نقول نقول مجوس فليست فيهم صفات المجوس ولا نقول النصارى يعبدون عيسى وهؤلاء ما يعبدون عيسى ها ولا نقول أنهم مجوس يعبدون النار فهم لا يعبدون النار نقول أنهم ليسوا من هذه الأصناف ها ويعذرون عن الكفر وإلحاقهم بهذه الفرق كأنه يريد هذا. أما أنهم مبتدعة وأنهم كلاب أهل النار وأنهم كذا وكذا كما وصفهم الرسول فهو لا يعذرهم في هذا. هذا ما يظهر لي من كلام الحسن رحمه الله. وبعد حد النص الثاني أيضا إيه الحسن إنه خرج خارج بالخريبة مكان في العراق قال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه يعني المنكر يغير باليد لمن يملك وهذا لا يملك تغيير باليد وباللسان ثم بالقلب فكان عليه أن يأخذ بواحدة من هذه المراتب حسب استطاعته خارج بالسيف لا شك أن تصفك الدماء وتنتهك الأعراض ويترتب على هذا الخروج من الفاسد ما هو أكبر من المفاسد التي دفعته إلى الخروج. فقال هذا الكلام وهذا ما يقوله السلفيون الآن وهذه النتيجة التي حصلت لأهل السنة والجماعة فأجمعوا في الأخير بعد قصة الحسين وأهل المدينة والقراء في العراق أجمع السلف واتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز الخروج. ليه؟ لأن النصوص اتضحت كثير من الذين خرجوا لا يعرفون هذه النصوص فهم معذورون لكن السلف درسوا النصوص المتأخرون قبل هؤلاء تجمعت لهم النصوص وعرفوها وفقهوها وأخذوا منها عقيدة صحيحة واضحة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما دام في دائرة الإسلام. فإذا خرج عن دائرة الإسلام حينئذ يجوز للمسلمين الخروج إذا كان عندهم قدرة وطاقة
لهذا الخروج ولم يترتب مفسدة أكبر من المفسدة التي يعالجونها. أجمعوا على تحريم الخروج على الحاكم ما دام مسلما سواء كان عدلا أو كان جائرا، لا يجوز الخروج عليه، لأن الأيام والتجارب والخبرات درستهم وازدادوا فقها في النصوص، لا سيما والذين خرجوا مع القراء ندموا أشد الندم، وقيل فيهم من قتل منهم فقد رغب به عن مصرعه، ومن بقي منهم فقد ندم. هذا فعلا نقل ندم عن الشعبي وسليمان بن يسار، وعما بقي منهم نقل عنهم ندمهم على هذا الخروج لما ترتب عليهم المفاسد، ولم يترتب على الخروج أي مصلحة من فجر تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا فيا إخوة، المسألة مسألة منهج ومسألة عواطف، والرسول يعالج القضايا وهو أغير الناس على دين الله، يقول السيف يقول لا الصبر، ألا نصل السيف يقول لا الصبر. لماذا؟ لأن الرسول يرى أن في الخروج أضرارا فادحة عليه الصلاة والسلام، كيف هو الذي لا ينطق عن هوى وأخبره الله وأعلمه، والعقلاء من المسلمين يدركون هذا بارك الله فيك. فالخروج تربية الناس على الثورة وتهييجهم بارك الله فيك يضر بالإسلام والمسلمين، ولكم عبرة في الصومال، ولكم عبرة باليمن، ولكم عبرة بالعراق، ولكم عبرة بالجزائر، ولكم العبرة في هذا العصر في كل بلد حصل فيه خروج. ما يترتب على هذا الخروج إلا ضياء الإسلام والمسلمين وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الأموال والتخريب والبلاء. فهذه بعضها يكفي العاقل لأن يتمسك بأهداب المنهج السلفي، وأنه هو الحق، وأنه هو المستمد فعلا من كتاب الله وسنة الرسول، يدعمه هذه النصوص ويدعمه العقل والتجارب والخبرات. فنحن إذا قلنا بهذا المنهج، ما هو عمالة الحكام، الحكام الذي يحكم بهذا المنزل والله نبغضهم ونبرأ إلى الله منهم، ونقول عندهم كفر دون كفر، وقد يكون عند بعضهم كفر إذا كان يرى أن هذه القوانين أفضل من حكم الله، إذا كان يفضلها فهو كافر، إذا كان يرى تماثل القرآن والسنة فهو كافر، إذا قال إنها دون الكتاب والسنة ويجوز الحكم بالقوانين كافر. لكن ما نعرف ما في القلوب، نرى أنهم يدعون الإسلام، فهذا هؤلاء حكمهم إلى الله عز وجل، حنا نقول عندهم كفر دون كفر. من تبين لنا منهم أنه يحتقر كتاب الله ويجيز الحكم غير ما أنزل الله بهذه التفاصيل التي ذكرناها هذا كافر، ونقدر أن نصدع بكفره، لكن يصلون ويصومون وإلى آخره ويدعون الإسلام ولهم أعذار ينتحلونها لا نصدقهم فيها، لكن ما نقدر نكفر نقول كفر عندكم دون كفر. اتق الله، ارجع إلى الله، لا يجوز هذا، حرام، هذا يجرك إلى الكفر، وقد تكون في نفس الأمر كافر، لكن احنا ما نقدر نحكم عليك حتى نرى الكفر البواح. فهذا ما يقال حول الخوارج. في أحد النصوص بعد هذا تقرأ قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرف هذا، فقالوا يا رسول الله نعته كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرفه، فبينهم كذلك إذ طلع الرجل فقالوا هذا يا رسول الله، فقال ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي إن به لسفعة من الشيطان.
قال فلما إن به لسفعة الشيطان إن به لسفعة من الشيطان. قال فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نشدتكم بالله هل حدثت هل حدثتك بالله هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال اللهم نعم. قال فدخل المسجد يصلي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قم فاقتله. فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي. فقال أبو بكر في نفسه إن للصلاة لحرمة وحقا ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء إليه فقال له اقتله. قال لا رأيته قائما يصلي ورأيت للصلاة حقا وحرمة وإن شئت أن أقتله قتلته. قال لست بصاحبه. ثم قال اذهب يا عمر فاقتله. قال فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد. قال انتظره طويلا ثم قال في نفسه إن للسجود لحقا ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استأمره من هو خير مني. قال فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتله. قال لا رأيته ساجدا ورأيت للسجود حقا وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال لست بصاحبه قم يا علي فاقتله أنت صاحبه إن وجدته. قال فدخل علي كرم الله وجهه المسجد فلم يجده. قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. وذكر باقي الحديث. استشفوا في الأسماد نجيح سآل المؤشر نجيح ضعيف والبراء قال صحيح أو حسن إسناده ضعيف. في أبو نجيح في نجيح أبو معشر نجيح والله يبدو أن الأثر هذا ضعيف حديث هذا ضعيف ولو ثبت لكان فيه فقه هؤلاء الصحابة الذين أمرهم رسول الله بقتله فوجدوه يصلي والرسول لا يقتل المصلين ففيه فقههم وفيه أدبهم وفيه احترامهم للمصلين. يعني الخوارج يقتل ناسهم في الصلاة خوارج العصر هذا تحرم وقت الصلاة يروح يقتل الناس في مساجدهم. عرفتم؟ سمعتم عن هذا حصل في بعض البلدان يهجمون عليهم ويقتلونهم في الصلاة. هذا رجل أمر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بقتله فذهب الصديق وذهب عمر كل واحد منهم يتوقف في قتله. لماذا؟ لأنه يصلي فالصلاة حرمها ومكان عند الله عز وجل فمن أجل ذلك لم يستطيع أن يقدم على قتله. وهكذا يجب على المسلم أن يحترم الإسلام وأن يحترم المسلمين وأن يحترم المصلين فلا يقتل إلا من أوجب الإسلام قتله. فهم يقولون الرسول ما علم الغيب يعتقدون في الرسول ما علم الغيب أمرهم بقتله ما يدري الرسول أنه راح يصلي الله أعلم ما يدري. وإلا لو أمرهم قال قتلوه وهو في الصلاة قتلوه في الصلاة لكن أمرهم بقتله ولا يدري ما حاله يصلي أو لا يصلي ما يدري. هؤلاء لما وجدوا يصلي قالوا الرسول ما يمكن يأمرهم بقتل المصلين لابد أن نستأذنه لابد أن نستأذن رسول الله في هذا الرجل فإذا أذيننا قتلنا. فطبعا قال أبو بكر أنت لست بصاحبي وقال عمر لست بصاحبي وقال علي إذا فقتله فلم يجده. قال عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث إن صح لو قتل لم يختلف المسلمون بعده أو بعدي. فإن صح الحديث فكان لو قتل لكان أراح الله الإسلام والمسلمين من شر الخوارج وما تفرع منهم وكل مبتدع يعتبر خارج آية الإسلام. نسأل الله العافية. نكتب بهذا القدر. أيوة طيب خلص. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز. أيوة قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني هود بن عطاء الحنفي عن أنس بن مالك قال كان فينا شاب ذو إبادة وزهد فوصفناه للنبي صلى الله عليه وسلم سميناه باسمه فلم يعرفه
فبينا نحن كذلك إذ أقبل فقلنا يا رسول الله وذا، فقال إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان. فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال: نعم. ثم ولى فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر: وجدته يصلي وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. فقال: من يقتل الرجل؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده ساجدا، فقال: أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين؟ فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عمر؟ قال: وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. ثم قال: من يقتل الرجل؟ فقال علي: كرم الله وجهه، أنا. فقال: أنت تقتله إن وجدته. فذهب علي فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي علي؟ قال: وجدته قد خرج. فقال: أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، وما لكان أولهم وآخرهم، وما اختلف من أمتي اثنان. هذا الحديث مثل الأول، فيه أول موسى بن عبيدة الربذي ضعيف وشديد الضعف، وكأن قصد المؤلف إنك لا تغتر بأهل بدع وإن بالغوا في التدين وفي الزهد والورع وفي الصلاة، لا تخدعن بهم كما لا تخدع بالخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني هم يبالغون في العبادة. فالمبتدع إذا بالغ في العبادة احذره، ولا تغرنك عبادته أبدا، ازدد بعدا منه وحذرا، فإن تدينه وتعبده قائم على الغلو وعلى النظر الفاسد، ما هو قائم على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالخوارج يبالغون في الصلاة وفي الصيام وفي القرآن وإلى آخره، لكن ويحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم، لكن هذا مدح لهم، هذا ذم لهم، لأنهم غلات غلات. فهكذا تجد كثير من البدع عندهم غلو في التعبد، فلا يخدعنك غلوهم ومبالغة في التعبد. لكن والله يصلون جماعة التبليغ، والله يصلون يذكرون الله وإلى آخره، كلام فارغ، البدع وضلال. لا تخدعوا لا بجماعة التبليغ ولا بالتيجانية ولا المرغنية ولا النقشبندية ولا السهروردية ولا غيرها من أهل الطرق الصوفية. وجون يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فيتعبدون ولكنهم من أبعد الناس عن دين الله. لماذا؟ لأنهم خالفوا الرسل في عقيدته، وخالفوا في منهجه، وعبادتهم نابعة لا من هدي محمد، وإنما من هدي شياطينهم وقادتهم، قادة الشر والبدع والسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، هذا ما ينبغي أن يقولها السني. لا يخص عليا بدعاء يختلف عن الدعاء للصحابة، يقال في علي كما يقال في أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنه، لا نميزه على غيره بأي صيغة من الصيغ. ولعل هذا من دس الروافض والشيعة، ويخدع به، يخدع به على السنة. كذلك قال علي عليه السلام، علي عليه السلام، هذا من الخطأ. لماذا نميزه؟ أبو بكر وعمر أفضل منه، لو في تمييز نميز هؤلاء، لكن لا، نجعل الصيغة للصحابة جميعا رضي الله عنهم، هذا الذي درج عليه أهل السنة. من القائل الشيخ؟ نعم، من القائل الشيخ في الرواية هذه؟ من الذي قال كرم الله وجهه؟ ما أدري من الذي قال، الله أعلم، أكون أحد النساخ متأخرين، هذا مر عليه الآن ممكن 1000 سنة كتاب هذا تداول الأيدي، فما أدري. نعم، في شرطة أسئلة؟
والله أنا أحذر من كتب محمد قطب كلها ومن هذا الكتاب. كتب محمد قطب كلها يجب الحذر منها, وكتب سيد قطب التي ينشرها محمد قطب ويتحمل مسؤوليتها أمام الله عز وجل أكثر من أخيه, أحذر منها. هذا رجل ما يعرف السنة ولا يعرف ما نجي السلف, مسكين هجم على الدنيا الدين هكذا, هو أخوه ما تعلموا العلم الشرعي, عندهم شجاعة عندهم أدب ثقافة فلسفة, هجموا يفسروا الدين بجهلهم. نعم نعم. واحد يسألني يقول عن الجهاد في فلسطين, يقول هو جهاد شرعي؟ من رفع راية الجهاد الآن في فلسطين؟ نريد واحد يرفع راية التوحيد وينضم تحت المسلمون جميعا. الآن هم يدافع أنفسهم, سئلنا قالوا يهجموا علينا في بيوتنا وكذا, قالوا إذا هجموا على قراكم على بيوتكم قاتلوهم بكل ما تستطيعون, بالحجارة وبالعصي وبأسنانكم وأظافركم, وإذا يعني ما داهموكم فلا تتحرشوا بهم لأنكم ضعفاء ما عندكم أسلحة. يعني تقتلون واحد يهودي يقتلون 1000 فلسطيني, ما النتيجة؟ لا تتحرشوا بهم, إذا اعتدوا دافعوا أنفسكم ونهالكم, إذا ما اعتدوا ربوا أنفسكم على الإسلام حتى يأتي اليوم اللي عندكم قدرة على الجهاد والتغلب عليهم, وحينئذ أنتم وجميع المسلمين يقومون معكم. لما تقول لهم جهاد 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 المساكين ما عندها ولا حاجة, ما عندها مسلحة يا أخو, يرمي بحجر قامت الطائرات, هذا في المساكين لا تتحرشوا بهم. الناس ما لهم حولكم إلا الكلام فقط, وأنتم ما عندكم أسلحة, فين الجيش الإسلامي المحمدي الذي يحمل؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم. هل الحجارة ترهبهم؟ هو عنده طائرات ودبابات وصواريخ وذرة وامريكا وراء كل شيء, وانت ما عندك الحجارة, هل يخافهم هذه الأسلحة؟ يفرحون بهذه الحركات البهلوانية ويجدون فرصة لإذلالكم وإهانتكم وازديادا في اغتصاب أراضيكم وممتلكاتكم وسفك دمائكم. فهذا رأيي أنا في الموضوع. يعني العدة, إعداد العدة قبل كل شيء. السلاح الذي يفتقده المسلم الآن سلاح العقيدة, عقيدة التوحيد, هذا أعظم سلاح الذي يؤهل الله من يحمله للنصر, سلاح الإيمان والعقيدة, هذا الأساس. وبعدين الثانوي الأساس السلاح المادي. حذر وأعد منهم ما ترهب به العدو وهجب عليه حينئذ. ادعوهم إلى الإسلام إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ولا تجاهد بس في فلسطين, جاهد في فلسطين وجاهد في أوروبا وفي أمريكا وفي الدنيا كلها. إذا وجد الجيش الإسلامي الصحيح الذي قام على التوحيد والسنة, والذي إذا قاتل يمكن أن الله إلى جانبه الملائكة والنصر مضمون له. أما يا أخي شعب فيه العلماني فيه الشيوعي فيه الرافضي فيه الجاهل الغبي فيه الخرافي القبوري فيه فيه فيه, بارك الله فيه, ما كل مسببات النصر مفقودة. دعونا نكون مع الواقع الإسلامي مو الواقع الجاهلي. فهذا الشعب شعب باسل وجاهد وصبر, لكن يا إخوة يفتقد إلا من سلم الله منه أعظم سلاح وهو العقيدة والتوحيد. وثاني مرة السلاح يعني المادي, ما عندهم شيء. فالذي يقول لهم جاهدوا عن الجهاد يغرر بهم ثم والله ينسحب قبلهم ولا يفعل شيء, ما عنده إلا الكلام. من هنا كلام كلام كلام, والله ما يقدر يمشي خطوة إلى فلسطين. هؤلاء اللي يقولون جهاد هذه تفضلوا يروحوا يجاهدون, يأخذوا الأسلحة ويروحوا يجاهدون. فإحنا نقول لا تتحرشوا, لأن أنتم ضعفاء لا تتحرشوا بهم, إذا هاجموكم وداموكم بيوتكم دافع عن أنفسكم وعن أعراضكم. نعم. الأثر الأخير صحيح الإسناد, صح إسناده الشيخ الألباني, السنة لابن أبي عاصم رقم. والله يا شيخ, الشيخ الألباني شيخنا ونحن نجله
ونحترمه ولكن ما نقلده. أنا ما أقلده، إذا قال صحيح راح أدرس، إن وجدته صحيح سلمت، وجدته لرأي آخر فيها بين رأيي، فأنا ما درسته الآن. إيش الإسناد عندنا؟ إيش الإسناد؟ نقوم الآن ندرس كتب الرجال عندنا ونقوم ندرس الآن. بارك الله فيك. لا قرأ الإسناد. الكلام على أي إسناد؟ الكلام على أي إسناد؟ ها. حدثنا فضل بن سهل العرب. اللي فيها نجيح؟ حدثنا موسى بن عبيدة. في موسى بن عبيدة. موسى بن عبيدة. كيف صح الشيخ الألباني في موسى بن عبيدة؟ وفي غيره أيضا. في غيره. قبله شيء تلميذه. تلميذه. هذا اللي قبله. لا. هنا في الحاشية ذكر كلام الألباني. إيوه. حسنه ما صح. وقد حسنه العراقي في رواية الفجهة وعزاه لأحمد بن بزار والدارقطني، وله شاهد مختصر حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أحمد بسند حسن عشر مسلم ورواه النبي عاصم السنة وصححه محقق. صحح يعني المختصر، جاء المختصر، لأن المختصر هذا ما يطابق المبسوط. ها، فإذا درسنا ووجدنا من المختصر ما يطابق الموسع نصحح ذلك القسم الذي طابقه هذا المختصر فقط، وما بقي نبحث له عن شواهد إن وجدنا وإلا نحكم بضعفه. يعني حديث طويل وجاب إسناد آخر قطعة منه، نصحح ما يوافق تلك القطعة فقط، ونشدها بهذا الأثر المختصر المثل المختصر. انتهت الأسئلة يا شباب؟ انتهت؟ سبحانك اللهم وبحمدك. تعذرونا، تفضل. الآن هذا الكتاب مداح المعاصرة الكبيرة، ها، تدرسه في الدار، ما موقفك في دار الحديث الحديث؟ والله إذا أجبرتم لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن ليفهم منكم يقدم الملاحظات لمدير الجامعة، مدير دار الحديث، ويقول له هذا الكتاب عليه آخر كذا وكذا وكذا، وهو مسؤول أمام الله عز وجل. أما أن هذا رأيي في كتب محمد طول، رجل ما عالم يكتب في الشريعة أو في العقيدة والمنهج وإلى آخره، رجل ما عالم. بارك الله فيه. بعدين صار إمام عند الناس، عند الجهال، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير من فضله وأضلوا. بارك الله فيه. أنا أموت لما يتكلم في لا إله إلا الله مثلا ويجب تفسير ما عنده ما يقوله السلف، ويحمل الله ما لا تحتمل. بارك الله فيكم. ثم يقرن سيد قطب بابن تيمية وابن عبد الوهاب، ايش ودع عندهم يا اخي؟ رجل مبتدع ضال غارق في البدع والضلال وضل ائمة السنة، ايش ودي سيد قطب عندهم؟ بارك الله فيك. نعم. بعض الإخوان يقولون منهج السلف في التربية، منهج السلف في العقيدة، بعض من يقوم بهذه المحاضرات ضمن الإخوان المسلمين أو المحاولات، ويقوم منهج السلف. نعم، يقولون منهج السلف، السلف منهج السلف، وهم بعيدون عن منهج السلف. بعيدون منهج السلف، ودعوتهم في شباب الأمة لا تمشي إلا إذا لحفوها بالسلفية، هي شوهاء قبيحة جدا دعوتهم، فيجملونها ويلمعونها بكلمة سلف وسلف، وإلا ما حد يقبلها منهم. فعلى الناس أن ينتبهوا لهذه المخادعة، والله ما وجدنا أضر منهم على منهج السلف ولا أخطر منهم. وهم الآن يتسترون وراء الألباني، من وراء ابن باز، من وراء ابن عثيمين، من وراء ابن تيمية، من وراء ابن عبد الوهاب، لأن دعوة سيد قطب والبنا الموجودة ما تمشي عند العقلاء، فيخدم بهؤلاء، يخدعون بهم الناس. احنا ما نحتاج نقول قال البنا وقال الموجودين، نقول قال الله قال رسول الله، وانا اخذ من كلام أئمة الاسلام الحق ما وافق كتاب السنة ونمشي. نصيحتي ان يحذر الناس من هؤلاء، نصيحتي للمسلمين ان يعبوا، نصيحتي لهؤلاء ان يتوبوا الى الله
وأن يدرسوا منهج السلف الحق ويربوا أنفسهم عليه ويربوا أبناء الأمة على هذا المنهج الذي هو ظاهر الآن ظهور الشمس. مؤلفات موجودة والحمد لله متوفرة في العقائد وفي العبادات وفي المناهج وفي كل شيء، فعليهم أن يتقوا الله ويتركوا العناد والمكابرة والتشبث بأهداب فكر البنا والمودودي، وسيدكم أهل البدع والضلال. فمنهج سلف ومناهج هؤلاء لا تجتمع ولا تلتفي إلا في بعض النواحي. نعم تأذن لي، أنا عندي عمل، فجزاكم الله خيراً.